حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية. طبعا اليوم راح نبلش حلقتنا بموضوع كلش مهم، المشي اليومي على الأقل نص ساعة لم يعد من الرفاهيات بل من الواجبات لضمان صحة عقلية ونفسية وليست فقط صحة جسدية، والسر بجزيئات السعادة أو الأمل التي تبعد أطياف الكآبة المنتشرة بشكل مخيف في مجتمعنا العصري اليوم. خلونا نشوف هذا التقرير وبعدها راجع لكم. صرحت مؤخراً الدكتورة النفسية كيلي مارميكا جونيكال الأمريكية تصريحاً كبيراً ومهماً يلخص الصحة النفسية والبدنية لجميع البشر، حيث زعمت بأن أهم الاكتشافات الطبية وفي جميع مجالات العلوم في العقد الماضي إن الصحة النفسية تتولد من الجسم ذاتياً وذلك من خلال ممارسة الرياضة، فعندما تنقبض العضلات فإنها تفرز بروتينات في مجرى الدم والتي تجعلك تقاوم للتوتر ويمكن أن تحميك من الاكتئاب. وأطلق العلماء على هذه البروتينات اسم جزيئات الأمل أو ما يطلق عليها أيضاً بهرمون السعادة السيروتونين، حيث تعمل العضلات على صناعة جزيئات شبيهة بمضادات الاكتئاب، والطريقة الوحيدة لإدخالها إلى مجرى الدم لتنتقل إلى الدماغ هي أن تنقبض العضلات، وبذلك تعمل العضلات بمثابة صيدلية، فأي شيء تقوم به من حركات تجعلها تنقبض كالمشي والتنزه والجري أو الركض أو رفع الأثقال أو السباحة ستعمل على ضخ جزيئات الأمل في مجرى الدم، وعندما تصل إلى الدماغ تعمل كمضادات للاكتئاب، كما تساعد الأشخاص على التعافي من الصدمات النفسية التي واجهوها في حياتهم بما يشبه السحر أو المعجزة. ومن المعروف أن هرمون السيروتونين يرتفع في الجسم بعدة عوامل هي التعرض لأشعة الشمس وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والالتزام بنظام غذائي صحي والنوم جيداً. لذا لكل ذلك فإن هذه الممارسات الإيجابية تعمل بصيغة أدوية تنجح على علاج الكآبة بدون تناول مواد كيميائية، وللاستعاضة عن هذه الأدوية الكيميائية المعالجة للكآبة والتي لا تعمل دائماً مع كل الحالات النفسية التي توصف لها ولا حتى مع جلسات العلاج النفسي. لذا فإن عضلاتك قد تكون هي طبيبك النفسي الذي يمدك بكل عوامل الأمل والتفاؤل وحب الحياة مجاناً، أو ربما بصرف القليل من الوقت من يومك لتمارس به الرياضة التي تفضلها أو حتى التمشي مع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء لتخرجوا معاً بتجربة نفسية وبدنية مفيدة وممتعة تجعلك مقبلاً على الحياة وتبعد عنك طيف الكآبة والتوتر، بدلاً من الجلوس واستهلاك الطاقة والأطعمة غير الصحية التي تراكم الهموم والدهون معاً.